ان المشكل ديال هادشي ديال الترقيات هي ديك السلطه التقديريه اللي تعطات للاداره. دائما كنطرح السؤال شنو هي الوسائل باش نضبطوها باش ما تولي ديك السلطه التقديريه داخله فيها مجموعه تاع العناصر الاخرى الذاتيه. واحد فكان نقش هذا الموضوع هذا درنا اللائحه، ولكن هذيك اللائحه اللي ذات وفق الفصل 34 من الضاير درنا واحد اللائحه بدراسه عميقه كما ينص عليها الضاير. ولكن في اخر المطاف الوزير كاين الفوق ما تعرفش كاين التحت قليل باش يقلب على المعلومات باش يعرف شنو كاين التحت. لذلك انا كنتشرط وكنفرض باش تكون هناك معايير محدده تكون متوفره باش يمكن لينا نطبقوا عليها باش يمكن لينا نراقب هذاك اللي كيدير هذيك اللائحه ديال الترقيات.